لا لما طمع مؤمن في جنته. يا المسألة ما بين خوف ورجاء، خوف ورجاء كما قلنا جناح الطائر. لبست ثوبي توجهت الى المسجد، بسم الله توكلت على الله، الدعاء الخروج، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. شوف انظر انسان خارج في طاعه الله كيف يجهل، وفي نفس الوقت اكره الظلم ان يقع علي ظلم سبحان الله، اجهل او اظلم او اظلم سبحان الله، او اجر سوءا او اكسبه على احد من المسلمين. بسم الله اتكلا على الله، على باب المسلم ملك وشيطان. معذرة المرة الثانية الدعاء. نعم. يعني حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقارب. نعم الله يرضى عليك. يعني وهي رحلة أيضا يعني حتى يعلموا الدعاء الذي نقول، وأنا واحد منهم. الله يرضى يعني. عليك أكرمك الله. بسم الله التكلان على الله. نعم. بسم الله توكلت على الله سبحانه. اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. لا. أو أجهل أو يجهل علي، أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين. في معية الله. هذا سوء. على باب الإنسان ملك وشيطان. فإذا خرج في سبيل الله أظلته راية الملك حتى يعود، فقرينه ملك. نعم. والآخر رايح والعياذ بالله ذهب إلى مكان يعصي الله، نسأل الله السلام. يا رب. قال يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها عليك. الله أكبر. الله. لأن لما يسد أمام الإنسان باب المعصية وهو ذاهب إليها، هذا دليل على رضوان الله سبحان الله. لأن الله لا يريد هذا العبد يفضل أن يغضب يعني. يا لا لا سبحان الله. ولا أن يغضب أنه ضاعت عليه فرصة. سبحان يفرح. الله. لأنه مدام أنه في معية الله، الله يغار على عبده المؤمن ولا يريد أن تحتوشه الشياطين أبدا أبدا، إنما هو في معية الله. طالما ذاكر بالضبط هذا الذكر وهذا الدعاء الذي نقوله. نعم. بالضبط كأنك تعطي الطفل أمصال واللقاحات في وقتها، يكون عنده مناعة قوية شديدة لأي فيروس أو ميكروب. أنتبيوتك. بالضبط كده. هذا مضاد الحيوان. فإذا المسلم بذكره لله عز وجل عنده مناعة إيمانية لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه. بدليل أن المؤمن إذا سجد ولول الشيطان ولول وقال يا ويلي أمرت أنا بالسجود فرفضت وأمر هذا بالسجود فسجد. هذا أصنع مع هذا السجد سبحان الله. إنسان في معية الله. نعم. أنا فذهبت أنا إلى المسجد، ذاهب إلى بيت الكريم، عندي يقين أنني ذاهب إلى البيت الذي أشعر فيه بالعزة. أنا لست ضيفا عند أحد، أنا ضيف على الكريم في بيته، وما على المزور إلا أن يكرم زائره. الله. فمن اغتسل في بيتي وزارني في بيتي الا يعني ما من مؤمن يتوضا في بيته ويتوجه الى بيت مولاه الا والله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. الله. الملائكه ترحب. ولو راينا حقيقه الامر وانا ذاهب الى مجلس العلم هذا او الى الصلاه تلك سبحان الله، ما خطوه توضع حسنه تكتب حسنه، والخطوه التي تليها تحط السيئة، والخطوة الثالثة ترفع العبد عند الله درجة. هكذا سبحان الله. وما ذهب عبد إلى الصلاة وانتظر حتى تقام الصلاة إلا وهو في صلاة حتى تقام الصلاة، أنفاسه معدودة في ميزان حسنات. الله أكبر. العداد شغال. يا سبحان الله. لا يضيع سبحان الله. ولذلك يحشر أناس يوم القيامة وجوههم كالبدر الليلة التمام. من أنتم؟ قالوا كنا نجلس في المسجد فنسمع الأذان فيه، يعني لا يذهب إلا بعد الأذان، يذهب قبل الأذان. السابقون سبق المفردون. هؤلاء السابقون السابقون. ما ترك الأول للآخر شيئا. الله يرضى عليك. ولذلك قالوا يا بصري سبقنا القوم الصحابة يعني على خير الدهر. يعني قوية. قوية وتعثر أدهم. أدهم. ونحن على حمر معقرة. يعني أعمالنا لا تصلح للسباق يعني. فقال انظر إلى قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. يا سلام. ولو على حمر معقرة. المهم أن تبقى على الطريق. المهم أن تبقى على الطريق. حتى قال ابن القيم وإذا نمت فنم على الطريق حتى تأخذك السيارة. يا الله. مش السيارة الروز المرة. الله يرضى عليك. لأن من الملح يعني أن رجلا عالما فاضلا حدث هذا مع أحد العلماء في الثلاثينات حقيقة نعم. ذهب يعني يصلي بقرية من القرى ناس يعني على فطرتهم وذواتهم، ف
وقف يقرأ من سورة يوسف، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، فيقول أحد المسلمين سبحان الله، يعود الرجل كان يقول أنا ما أخطأ، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة سبحان الله، ما يرد أحد، فأكمل الرجل هذه الآية، هذه الآية لا. فأكمل الرجل وانتهت الصلاة، فقال لهم أنا ما أخطأت في الصور، قالوا يا رجل اتق الله، هل كان سيدنا يوسف على أيام سيارة؟ الناس على فطرتها ونحن نرى بارك الله ما شاء الله، يعني لك أبواء على الجانب الآخر يعني هذا يجعلنا نفرض حلقة خاصة لسمات الداعية الإسلامي كيف يكون يعني، وكيف يتعامل مع الآخرين حتى يحببهم في دين الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، هذه الروح الطيبة البسيطة، نحن ما زلنا نحبو على مدارج العلم المتعالى، هذا تواضع يا مولانا ما شاء الله، بارك الله فيك. تمام، يعني إذن هؤلاء الناس التي الذين تشبه وجوههم البدر كانوا يذهبون إلى المساجد قبل الأذان. تمام، ولذلك انظر إلى المصلين يوم الجمعة، انظر إلى الحديث، من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدن، نعم، راح في الساعة الناقة قوماء وبعدين بدنة وبعدين حتى نعجة حتى بيضة، وأحيانا الناس لا بيضة ولا قشرة، نعم، لأن ذهب بعد أن صعد الإمام على المنبر. ليه؟ لأن الإنسان سبحان الله العظيم يعني الذي يسرع إلى مرضاة الله، كما روى في الحديث القدسي، كما يسرع النسر الى فريسته ينقض، النسر عندما يرى الفريسه ينقض، هو ينقض على الطاعه. طيب، نعم، يعني نعود الى احوال الدعاء للمصطفى عليه الصلاه والسلام. هو الان ذهب الى المسجد، دخل المسجد وسال الله فضله ورحمته وجلس وصلى صلاه الجماعه، وصلاه الجماعه فيها سر، كلنا يشكو من السهو في الصلاه، السرحان في الصلاه، ما تجد الانسان يقول لك والله اسهو في الصلاه، انا اسرح في الصلاه، نقول له الحل الوحيد، صلي خلف الإمام صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن من صلى صلاة الجماعة سهى أم لم يسهو صلاته إن شاء الله مقبولة. سبحان الله، فضل هذا حرز، هذا كان العلماء يقولون ولا يسجد سهو، لا حتى لو سهو، الله لا الله. لا سهو على المأموم، الإمام يتحمل سبحانه، وذلك مشكلات الإمام كبيرة. الإمامة تكليف وليس التشريف، وهي تشريف أيضا. أنا أكون إمام، قال ربنا يعني أجعلنا للمتقين إمام الله عليك، يعني لك ما فهمنا ولنا تحتاج إلى نظر على أي حال يعني الله حقيقة الدنيا أعادكم بأن نفرد لها حلقة إن شاء الله يعني. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. فانظر إلى أن الإنسان وهو في داخل بيت الله عز وجل يشعر بماذا، وأنا أكبر تكبيرة الإحرام، نعم، سواء في صلاة الجماعة أو غيرها، نعم، برضو نريد أن نري هذا ديننا لإخواننا المشاهدين وأخواتنا. نعم. الشيء المحترم الذي له قيمة أناوله لك على باطن كفي هكذا، على باطن يدي، أقول لك خذ الولد اجعله ينام في سريره، سليم، خذ هذا الأمر سبحان الله، وعندما أعترض عليك في أمر أشيح لك، كيف أشيح؟ هكذا بظاهر اليد. ما يشغلني عن الصلاة الدنيا وهي التي أمامي، فأخذها هكذا، وهذه من أسرار عشان الإنسان يستحضر الله. يستحضر هذه الحركات، يستحضر الإنسان هذا الأمر، أخذ الدنيا التي تشغلني عن الله على ظهري لأنها لا قيمة لها، وألقيها خلف ظهري هكذا، ومع إلقائها قائلا بلساني الله أكبر، أي أكبر من الدنيا التي تشغلني عن الله. فإذا في هذه المعية، في هذا الإحساس، في هذا التواجد، الله عز وجل كما يقول بعض العلماء ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يجد قلب الإمام نظر في قلوب المأمومين، فإن وجد أحدهم قبل صلاة الجميع، فإن لم يجد لا الإمام ولا المؤمن، قال الله يا ملائكة أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا يسبحون كما تصنعون، أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا مقام صلاة لا الجمال. حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك لا حول ولا قوة. النبي الذي هو وصف بأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم عليه، قال وددت أن تقام الصلاة فيصلي بكم أحدكم، وأعمد إلى بيوت أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرقها. هذا الرسول الرحيم يقول هذا الكلام، لأن دليل على لماذا نضيع هذه الفرصة، فرصة أن الصلاة مقبولة، فرصة أن الصلاة في معايير، فرصة أنها 27 درجة. وبعدين من ثمرات الطاعة أستاذ محمد، الطاعة بعدها، أنا إذا دخلت إلى المسجد أول شيء أصلي ركعتين، حتى بعض الناس يقولون إذا وجدت إخوة جالسين أسلم عليهم الأول أو أصلي ركعتين، يقول يا أخي تعلم الأدب،
حي صاحب المكان، حي صاحب المكان الاول تحيه المسجد ثم سلم على الاخوان لانهم معك سبحان الله. ثم بعد ان تنتهي الصلاه يعني بعد الدعاء ونخرج، لابد ان المسلم اذا التقى يتصافح. من صافح اخاه ليس في قلبه على اخيه احنه ولا ضغينه تحاتت او تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشافي. اي خير في كل حركه، لا اله الا الله، طاعه وراءها طاعه وراءها طاعه. ربما اذهب الى المسجد الى ان تقام الصلاه اجد العالم يقول خاطره استفيد، اجد المفتي جالس بجواري اساله سؤال في الدين، اجد رجل بجواري كيف ابنك المريض، والله اللهم اشفيه، يقول الملك امين الله سبحان الله، لا خير يعني سبحان الله. وبعدين يعني سبحان الله العظيم، دائما نقول الجنة مجانا والنار بفلوس. كيف أخي أنا ذهبت إلى المسجد، هل دفعت شيئا؟ هل طلب مني أحد وأنا داخل تذكرة معينة لدخول المسجد؟ لا. وأنا خارج قال ادفع لي كذا. دعوات في دعاء في دعاء في أخوة في صلاة. ولذلك قال الحسن البصري لك في المسجد سبع فوائد، مش فائدة واحدة. أخا مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء. يا سلام، يعني أقول يعني محمد ابني يراني في المسجد كل يوم، يراني أقف في الشارع وقفة مش لطيفة حتى الأخذ حياء من سبحان الله. فانظر في المسجد كل هذه فوائد، كل هذه فوائد سبحان الله العظيم. يعني الرحمة في هذا الاجتماع في هذا الخير. لكن لو صليت منفردا تحتوشني سبحان الله العظيم الافكار. بالعكس يعني انا اود ان اعود مره ثانيه اذا اذنت فضيلتك الى موضوع الدعاء. الدعاء نعم. انا لا اود ان اتركه. نعم نعم نعم. احنا في حواش الدعاء. طيب. نعم. يعني صلى ودعا دعا وخرج. نعم. 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 وهو يدعو في المسجد. هل هنالك دعاء مستحب بعد الصلاه؟ لا. وشوف كل الدعاء الذي يجب ان يدعو به الانسان ما كان خارجا من القلب، ليس متكلفا، ليس فيه السجن. يعني لو رآه عمر وهو يسعى لضربه لخفقه بدغري. أن عمر كان لا يحب التنطع في الكلام، رجل دغري كما يقولون بلغة العصر، يعني لا يحب أنصف الحلول. يعني سبحان الله مباشر وهكذا المؤمن مباشر. والأقصر الطرق والطريق المستقيم موصل النقطتين. وهكذا كان عمر وهكذا كان الصحابة، لكن كانوا أوضحهم رضي الله عنه عليه. فأريد أن أقول أن أفضل الدعاء ما كان من القرآن ومن المعروف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا داعي لأن أخترع من عندي دعاء، لأن ربما سبحان الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قد أدعو دعاء وأنا متعدي في الدعاء، هناك في لا تعتدي في الدعاء. يعني نريد أن نوضح هذه الآية فضيلة الشيخ. نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا في سورة الإسراء. أولا أولا قد أدعو أنا مثلا أحرم الولد مثلا، أظل وعندي أمل يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، تمر سنة وسنتين وثلاث وعشرين سنة والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ربما في استجابة دعائي يكون الهلك، تكون الهلكة، ولكن ليس معنى هذا ألا يلح الإنسان في الدعاء. لكن هو عندما يستبطئ الدعاء يستشعر ويقول أنا من 20 سنة يعني سبحانه. بل على العكس، العبد عندما لا يستجاب دعاؤه هذا دليل على ماذا؟ إذا رضي الله على عبد أخر استجابة الدعاء لأنه يحب أن يسمع صوته. لا. والتعجيل بالدعاء ليس دليلا على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وربما يكره الله عز وجل أن يسمع من هذا العبد صوته. يعني يأتي يدعو فيعطيه ما يريد لأنه هذا صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. فيدعو الإنسان بالشر دعاء أو بالخير. يعني قد يدعو الإنسان لما دخل فرأى حبلا في المسجد قال ما هذا الحبل؟ فنصح يعني إذا كان لا تتركه لا شاردة ولا واردة. قالوا هذا حبل زينب. قال ولما تصنع هذا؟ قال تربط الحبل في ضفيرة شعرها فإذا قامت تتهجد في المسجد فربما نامت فيشدها الحبل. لا. قال لا، إذا نام العبد فلينم، فربما يأتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها. طبعا
الله أكبر. نعم. بارك الله فيك. وفي نهاية هذه الحلقة نستمطر السماوات بصالح الدعوات لفضلتك ولجميع السادة المشاهدين، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة نكمل فيها موضوع الدعاء. نعم. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، حتى لقاء آخر، نترككم في آيات الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.